يسوع أنا بشكرك يا رب يسوع عشان بابا يا رب يسوع من فضلك احميه وباركه يا رب وخليه دايما يبقى ناجح ودايما يا رب يسوع يبقى فرحان يا رب يسوع ويا رب متخليش يا رب يسوع أن هو يحزن أبدا باسم يسوع آمين. يا رب يسوع أنا بصلي لك عشان ماما يا رب من فضلك يا رب باركها خليها يا رب يسوع دايما تبقى فرحانة يا رب. أشكرك يا رب لأنها بتساعدني في حاجات كتير من فضلك باركنيها يا رب يسوع باسم يسوع آمين. بمحبتك حوالينا قربنا من بعضينا وكل واحد فينا تملك بالحب علينا. بمحبتك حوالينا قربنا من بعضينا وكل واحد فينا تملك بالحب. تباركها وتقويها يا رب وتشددها في علاقتك معاك تكون يا رب علاقتها حلوة قوي بيك وتكون بتكبر فيك. رب أنا بصلي يا رب من أجل أخويا الصغير أن أنت تباركه وتكبره ويا رب تخليه يا رب يكبر يا رب ويكون زيك أنت. بصلي من أجل الاثنين يا رب من أجل أن أنت تساعدني أنا أن يكون بقويهم وبشددهم بساعدهم. أمين. نعبدك يا إلهنا في بيتنا أنت ملكنا وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع لي. نعبدك يا إلهنا في بيتنا أنت ملكنا وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع لي. أشكرك يا رب أنه طول الوقت اللي فات يا رب هو كان محمي فيك يا رب. صلي يا رب أنه الوقت اللي جاي يا رب هو يكمل يعيش حياته ليك وتكون أنت اللي بتقوله فيها يا رب. صلي أنك تساعده يا رب تديله صحة زيادة يا رب أنه يقدر يكمل يعيش لك. أمين. رب صلي عشان تيتا أن هي تحبك قوي. صلي أنك تيجي تساعدها في كل حاجة هي بتعملها تديها رب روحك وتكمل تعيش لك عشان يا رب كل وقت ترضيك انت يا رب. امين. انا عايز اشجعك وانت بتتفرج علينا دلوقتي لو ماما وبابا او تيتا حواليك امسك كده ايد تيتا وجده وماما وبابا امسك ايديهم كده ورنم معانا الترنيمه تعالى يسوع بيتنا. قول له يا رب تعالى بيتنا. صلي كمان من اجل عمك وعمتك وخالك وخالتك. حط عيلتك كلها قدام ربنا وقول له يا رب يسوع انا عايزك تيجي تبقى في عيلتي. قول كده معايا عايزك تيجي تبقى في عيلتي. عايزك تيجي تبقى في عيلتي. تغير كل عيلتي. تغير كل عيلتي. تخليهم بتوعك. ملكك يا يسوع. ملكك يا يسوع. انا عايز افكركم ان احنا كل ده احنا بنصلي بطرق سهله جدا وبسيطه
قوي وطرق عملية نقدر نصلي بيها في حياتنا الخاصة وفي بيتنا، مش بس هنا في استوديو مع يسوع. يعني أقدر أجيب صورة لبابا وماما وإخواتي وأعلقهم في أوضتي وأحط إيدي على الصورة وأكتب كمان تحتيها صلواتي ليهم. أشجعكم كل اللي عملناه النهاردة في الاستوديو تقدروا تعملوه أنتوا كمان في البيت، ونفسي كمان كل حياتنا تبقى شهادة عنه جوه بيوتنا جوه عائلاتنا. يلا نقول الكلام ده مع بعض. حياتنا تبقى شهادة. أمين. كل يوم زيادة. أمين يا يسوع. ملأ قلوبنا إرادة نعرف الناس بيه. كل عيلتي ملكك يا يسوع. حياتنا تبقى شهادة. كل يوم زيادة. عيلتي الملك المسيح. ملأ قلوبنا إرادة نعرف الناس بيه.